11 غرزة بالطول وخمسة وأربعين غرزة بالعرض. جبنا القماشة تنها من النص ومن نص البترون هنبدأ، يعني من هنا خمسة فوق وخمسة تحت، هي هنا الغرزة اللي بينهم. هنسيب لها الخياطة نبدأ اثنين، نرفع لفوق خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، نشوف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، وبننزل لتحت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، لهان ننزل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، بنعمل إقبالها حنقص منها واحد اثنين ثلاثة من فوق، نضل طالعين هذا الثلاث حينقصوا ثلاثة مهاني بقى، نروح هيك اللي فوق نفس الاشي، حنعد كم غرزة ونكمل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 نجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ومن هنا طبعا حنقص تنتين، نعم ننزل تنتين ونكمل، هي نقصنا تنتين اثنين نقصوا نكمل هيك كده، وننزل واحدة تنتين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، نروح يمين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ستة سبعة، حننزل ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، حننزل ثلاثة واحد اثنين ثلاثة، وحنطلع ثلاثة، حنيجي تنتين ننزل ثلاثة، نطلع كمان مرة ثلاثة اثنين العرض هيك، هنا حنطلع لعند هنا هيك كده، وهنا حنكمل هكملها نصورها جاهزة.